يرفض معظم الألمان زيادة الإنفاق العسكري لبلادهم ضمن قوات الناتو بحسب ما أثر استطلاع للرأي. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لزيادة الإنفاق العسكري استعدادا لتغيير محتمل في دعم الولايات المتحدة للناتو مع الإدارة الأمريكية الجديدة. تنتظر ألمانيا بقلق بداية عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فهي تذكر جيداً الأرق الذي تسبب لها به في عهده الأول، خاصة فيما يتعلق بإنفاقها العسكري ضمن حلف الناتو. ومع أن الوضع مختلف اليوم، وهي باتت تنفق 2% التي يوصي بها الحلف لأعضائه، فهي قد تواجه معضلة جديدة مع تزايد الأصوات الأوروبية المنادية بزيادة أكبر بعد في الإنفاق العسكري، خوفا من تخفيض الإدارة الأمريكية الجديدة لمساهمتها للحلف. ولكن هذه الدعوات لا تلقى شعبية هنا، فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف أن 33% من الألمان فقط يؤيدون أنفاقا عسكريا أكبر ضمن الناتو، فيما أيد 41% إبقاء الإنفاق على مستواه الحالي، ورأى قرابة 16% أنه يتعين على ألمانيا أن تنفق أقل أو حتى تخرج من الناتو. وبحسب الاستطلاع فإن الآراء اختلفت بحسب الانتماءات الحزبية، وكان عدد كبير من المطالبين بالخروج من الناتو من مؤيدي حزب البديل لألمانيا الذي يحل ثانيا في استطلاعات الرأي للانتخابات العامة القادمة التي ستجري في 23 من فبراير القادم، ويحظى بنسبة تأييد تصل إلى 16%.